تحت عنوان نهوض لبنان نحو دولة الإنماء، استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرأسه روجيه نسناس جلسة حوار عن أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحضور نواب ورجال أعمال واقتصاديين، وذلك في إطار مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي. الوزير خوري عرض لخطوات الوزارة في الإصلاحات المطلوبة والانطلاق لخطة اقتصادية شاملة. نعمل اقتصاد أكبر، هذا العنوان الأساسي يلي لازم نشتغل عليه. نعمل لاقتصاد أكبر شعارنا لهالمرحلة، وهو تتويج لدعوة فخامة الرئيس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للعمل على تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي لاقتصاد منتج. نسناس أكد أن المرحلة تحتاج إلى الحوار وتفعيل الداخل وتوظيف العلاقات مع الأشقاء ومع الدول الأخرى. ليس أمامنا إلا الحوار باباً للعبور من الأزمة إلى الإصلاح. إنها مرحلة تحتاج في الوقت نفسه إلى تفعيل الداخل وإلى توظيف علاقاتنا مع الأشقاء ومع أوروبا ومع الدول الصديقة. هذه العلاقات التي ساهمنا في إرساء ركائزها منذ 17 عاماً عبر الاتحاد الأوروبي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية. أما ممثل سفيرة الاتحاد الأوروبي فشدد على أهمية الحوار الاقتصادي الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة وإيجابية تأثيره على الواقع اللبناني، واعتبر أن الحوار الاجتماعي هو الأفضل في ألمانيا على سبيل المثال معددا إيجابيات الحوار. أما النائب ياسين جابر فشدد على ضرورة أن يكون الحوار في لبنان في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ففي الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات الأخيرة كان التخاطب بين الشركاء في المجتمع والاقتصاد يحصل للأسف في الساحات وعبر أثير محطات التلفزة، وأصبح كأنه حوار طرشان بدل أن يجري في هذه القاعة بين جدران المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ أساساً لهذه الغاية، ونأمل أن يعود قريباً إلى لعب دوره حتى لا تبقى الصحافة ووسائل الإعلام هي المكان الوحيد المتاح. ومن المفترض أن تلي المؤتمر توصيات تؤسس لنهوض لبنان نحو دولة الإنماء، لعل هذا اللقاء يتميز عن سائر اللقاءات ويثمر تسريعاً نحو الإصلاحات المطلوبة لبناء لبنان الحديث.